تتواصل ردود الفعل الوطنية المثمنة لخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للشعب الجزائري، حيث أشاد حزب التجديد الجزائري أشاد في بيان له اليوم بمضمون الخطاب معربا عن ارتياحه لالتزام رئيس الجمهورية بمواصلة مسيرة البناء والتشييد مجددا دعمه الكامل لمشروع بناء الجزائر الجديدة في إطار دولة الحق والقانون. ومن جهتها عبرت الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية عن ارتياحها لتماثل رئيس الجمهورية للشفاء، متمنية عودته إلى أرض الوطن في أقرب وقت إن شاء الله، مجددة انخراطها في كل مبادرة للوقوف في وجه أعداء الوطن، وذلك من أجل الحفاظ على سيادة الوطن واستقراره. كما عبرت الخلافة العامة للطريقة التيجانية عن ارتياحها لتعافي رئيس الجمهورية والتزامه مجددا باستكمال المشروع الدستوري وتنفيذ الخيار الانتخابي الذي يقف في وجه هواة المراحل الانتقالية، معبرة عن ابتهاجها بالظهور المؤزر للسيد الرئيس، مبرزة أن هذه الطلة المباركة أسكتت المغامرين والمشككين والمغرضين الكافرين بكل المشاريع الوطنية. هذا هو نعم، وإلى الزاوية البلقيدية سهام. نعم، ومن جهتها أعربت الزاوية البلقيدية الهبرية عن سعادتها بخطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الجزائر وأهلها من كيد الكائدين ويبارك في جهود الساهرين على أمن واستقرار هذا الوطن. كما تقدم شيخ الزاوية المركزية للطريقة الشيخية الحاج العربي السيد الشيخ والشيخ الحاج عبد القادر السيد الشيخ والشيخ الحاج الطيب زوي وكل مشايخ ومقاديم ومريدي الطريقة الشيخية في الجزائر وخارجها بخالص مشاعر السعادة والغبطة بعد الاطمئنان على تعافي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واسترجاع قوته بعد ظهوره ومخاطبته للشعب الجزائري الذي زرع فيه رئيس الجمهورية الأمل والثقة. ومن جهته عبر شيخ زاوية سيدي الشيخ بابن ونيف ببشار وأعضاء الجمعية الولائية لزاوية سيدي الشيخ وكامل طلبتها ومريديها وأتباعها عن سعادتهم الكبيرة وارتياحهم لتماثل السيد رئيس الجمهورية للشفاء، متمنيا له العودة الميمونة وفي القريب العاجل إلى ربوع الوطن لمواصلة مهامه النبيلة في بناء الجزائر الجديدة. هذا وعبرت الزاوية العلمية الصوفية للشيخ السيد جرادي إبراهيم بأولاد شارف مغنية بتلمسان ومقدموها ومريدوها وطلبتها عبروا عن ابتهاجهم وفرحتهم بتعافي السيد الرئيس، متقدمين له بتمانيهم على نعمة الشفاء، سائلين الله له التوفيق في إنجاز مشاريعه الطموحة خدمة للأمل الذي يحدو كل مواطن في تجسيد الجزائر الجديدة.